الفنان السوري تيم حسن بإطلالة رومانسية مع زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني في أحدى الظهور على السوشيال ميديا. أثار الفنان السوري تيم حسن تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا عقب إطلالة رومانسية حديثة برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. ونشر تيم حسن صورة تجمعه بزوجته على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، واكتفى الثنائي بوضع قلب أحمر تعليقاً عليها. تم حظية الصورة بتفاعل كبير فور نشرها من قبل الفنان السوري، نظرا لغياب الثنائي عن الظهور معا منذ فترة طويلة سواء في الفعاليات الفنية أو عبر السوشيال ميديا. كما انهارت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لتيم وفاء الكيلاني دوام المحبة والسعادة، كما عبر البعض عن انتظاره لفيلم الهيبة الذي يجري التحضير له حاليا. ويعتبر الفنان تيم حسن حاليا متفرغا لحياته العائلية، حيث انتهى قبل أشهر قليلة من عرض آخر أجزاء سلسلة الهيبة، ولن يظهر تيم في أي عمل في شهر رمضان القادم. حل الفنان السوري تيم حسن مؤخرا ضيفا على ملتقى الإبداع والذي أقيم على مسرح سعد الله والنوس احتفالا بمشواره الفني ولإتاحة الفرصة لطلاب المعهد للقائه والاستفادة من خبراته الفنية، ليكون الفنان تيم الفنان الثالث الذي تمت استضافته بعد الفنانة السورية منى واصف والفنان غسان مسعود. وأعرب الفنان تيم حسن عن سعادته للتواجد في المعهد العالي للفنون المسرحية والذي احتضن موهبته ومراحل دراسته للتمثيل لأول مرة بعدما غادره طالبا مؤكدا على فضله الكبير. واستذكر تيم في حديثه مراحل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وخطواته الأولى في مجال التمثيل. وفي ختام الملتقى تلقى تيم حسن درع المعهد من قبل عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد، تقديرا للنجاح الذي حققه حسن على الساحة الفنية السورية والعربية.